في تقرير نهائي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حول رصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات البلدية 2018، نوهت الهيئة بالمجهود الذي بذل في هذه التغطية. ثم مؤشرات طيبة إيجابية، ثم حرص كبير لاحترام مبدأ الإنصاف، وهذا مهم جدا، والحياد اللي شفناه بصفة عامة متوفر. أبرز الخلات قلنا احنا وبدات قبل الحملة شهر سياسي، معناها وقع شهر سياسي، وفما فيما يخص فهم أو تطبيق مبدأ اللي جاء في الفصل 27، معناها كيفاش نستدعاه ممثل حكومة ونحاولوا ما نسمحوش ما نعطيوش الفرصة باش يقوم بالدعاية الانتخابية. نتائج رصد التعددية السياسية خلصت إلى أن التلفزة الوطنية تأتي في صدارة التغطية الإعلامية للمترشحين مقارنة بالقنوات الخاصة. مؤسسة الإذاعة أو التلفزة الوطنية قاموا بعمل يعني مهم جدا شامل، يعني وفروا التغطية لكل القائمات على كامل الجمهورية. ما لاحظناش يعني إخلالات لا في الأخبار لا في كل البرامج المخصصة للانتخابات. بالنسبة يعني للقناة الوطنية الأولى، كان هناك إلى جانب معناها الاحترام، التوازن، الإنصاف، وكذلك حتى يعني حضور المرأة ربما كان محتشما يعني مقارنة ببقية المؤسسات يعني الإعلامية السمعية والبصرية الأخرى، لكن عموما يعني وإجمالا كانت يعني التغطية جيدة جدا. تقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري استند إلى تحليل عدد كبير من تدخلات الفاعلين السياسيين في 14 وسيلة أعلام سمعية وبصرية، والتي بلغت 14 يوما و6 ساعات و8 دقائق و16 ثانية.